طيب هل الصدق ده واضح يا شباب؟ طيب خير. طيب نقول تاني، احنا قلنا ان المحاسب يقوم بمجموعة من الخطوات المترابطة والمتتابعة عشان يستطيع في نهاية الفترة انه يعد القوائم المالية، دي اللي بدأنا فيها المرة السابقة، وقلنا ان الخطوات دي يطلق عليها الدورة المحاسبية. يبقى الدورة المحاسبية هي الخطوات اللي بيتبعها المحاسب لكي يستطيع في نهاية السنة أو نهاية الشهر، نهاية الفترة اللي بيشتغل عليها، إنه يقوم بإعداد ميزانية عمومية وقائمة دخل. واتفقنا إن الخطوات دي ست خطوات، خطوتين يقوم المحاسب بإعدادهم يوما بيوم خلال الفترة، اللي هما التسجيل في دفتر اليومية العامة والترحيل لحسابات الأستاذ. دول خطوتين طول السنة يوم بيوم شغال فيهم. ثم أربع خطوات يعدهم في نهاية السنة، يعني لما بتنتهي الفترة المحاسبية بيقوم بإعداد كم خطوة؟ أربع خطوات. طيب بدأنا المرة اللي فاتت في الخطوة الأولى، وهي تسجيل العمليات في دفتر اليومية العامة، اللي هو أول سجل بيسجل فيه المحاسب كل ما يحدث من عمليات الشركة يوم بيوم في سجل اسمه دفتر اليومية العامة. اليوم هنتعامل مع السجل الثاني أو الدفتر الثاني اللي بيتعامل مع المحاسب، اللي هو دفتر الأستاذ. فدفتر الأستاذ هو أحد السجلات المحاسبية الهامة اللي بيتعامل معها المحاسب. طيب عايزين نشوف كيف يتعامل المحاسب مع دفتر الأستاذ. احنا قلنا هو كل يوم بيقوم المحاسب بتسجيل العمليات التي تحدث في دفتر اسمه ايه؟ اليومية العامة. بعد ما يسجل العمليات في دفتر اليومية العامة بيقوم بنقل الارقام اللي سجلت في دفتر اليومية العامة الى الدفتر الثاني اللي اسمه دفتر الاستاذ. العملية دي يطلق عليها ترحيل. فترحيل او الترحيل هو نقل الارقام من دفتر اليومية العامة الى دفتر ثاني اسمه دفتر الاستاذ. طيب نبدأ مع بعض في الترحيل إلى دفتر الأستاذ. ما يسجل داخل دفتر اليومية العامة يوما بيوم اسمه، اتفقنا المرة اللي فاتت، قيود اليومية. فأنا عايز أنقل الأرقام من قيود اليومية اللي في دفتر اليومية العامة إلى حسابات دفتر الأستاذ. طيب ما هو دفتر الأستاذ؟ دفتر الأستاذ عبارة عن دفتر أو سجل بنخصص فيه صفحة مستقلة لكل عنصر من العناصر المحاسبية. يعني النقدية لها صفحة باسم النقدية، رأس المال ليه صفحة باسم رأس المال، المباني لها صفحتها الخاصة، السيارات لها صفحة، مصروف الصيانة، مصروف الرواتب، مصروف التأمين، الدائنون، القروض، كل ما خدناه في المحاسبة المالية، كافة العناصر، كل عنصر له صفحة خاصة به داخل دفتر الأستاذ. طيب شكل الصفحة دي داخل دفتر الأستاذ عاملة ازاي؟ الصفحة دي أخذ شكل حرف T زي ما احنا شايفين كده. يبقى الصفحة في دفتر الأستاذ أخذ شكل الحرف ده، ليها جانبين، جانب يمين وجانب يسار. وإحنا اتفقنا المرة السابقة إن الجانب اليمين في المحاسبة هو الجانب المدين. إحنا قلنا أي عملية في المحاسبة ليها جانبين، جانب مدين وجانب إيه؟ دائن. وقلنا دائما إن المدين هو بياخد الجانب اليمين والدائن بياخد الجانب اليسار. فلو افترضنا إن دي صفحة النقدية داخل دفتر الأستاذ، صفحة خاصة بالنقدية، هيتكتب في وسط الصفحة اسم الصفحة، دي صفحة النقدية، فيطلق عليها حساب النقدية. فيها شرطة دي عن اختصار لكلمة حساب، يعني دي الصفحة التي تخص النقدية واللي من خلالها هنقدر نحسب النقدية اللي موجودة في الخزنة تساوي كام. يبقى دي تسمى حساب النقدية. لو دي صفحة المباني يطلق عليها حساب المباني. لو دي صفحة إيراد الخدمات يطلق عليها صفحة حساب إيراد الخدمات. يبقى كل صفحة في ذلك الدفتر يطلق عليها ايه؟ الحساب. يبقى صفحات دفتر الأستاذ يطلق عليها حسابات دفتر الأستاذ. طيب كيف يتعامل المحاسب مع دفتر الأستاذ؟ تعال نشوف كيف يتم الترحيل من دفتر اليومية العامة الى دفتر الأستاذ. احنا قلنا ان عملية الترحيل دي معناها نقل الارقام، فكلمة الترحيل من دفتر اليومية العامة أي أن كل قيد يومية، كل عملية سجلت في دفتر اليومية العامة يتم في لحظتها، في نفس اللحظة بعد تسجيلها مباشرة، يتم نقل أرقامها إلى دفتر إيه؟ دفتر الأستاذ. يبقى سجلنا قيد يومية، مثلا النقدية مدين ورأس المال دائن، ده قيد عملناه المرة السابقة. يبقى هاخد النقدية مدين، رقم النقدية، وانقله لصفحة النقدية في دفتر الأستاذ. آخد رأس المال الدائن، انقله لصفحة رأس المال في دفتر الأستاذ. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ نشوف مع بعض. المرة اللي فاتت عملنا مثال كان فيه 10 عمليات،
هناخد منهم اربعه النهارده ونشوف ازاي بعد ما بنسجل في دفتر اليوميه العامه بنقوم بالترحيل لدفتر الاستاذ، وانت بقى في البيت هتكمل بقيه الست عمليات بنفس الطريقه. طيب نشوف العمليه الاولى اللي درسناها المره اللي فاتت. قلنا في واحد واحد بدا محمد وهو مالك الشركه شركته براس مال 300,000 اودع نقدا بخزينه الشركه. طب سجلنا العمليه دي ازاي في دفتر في دفتر اليوميه العامه المره اللي فاتت؟ قلنا عشان نسجل في دفتر اليوميه العامه محتاجين نعرف هو ايه الاثر بتاع العمليه دي. الاثر بتاع العمليه دي ان حدثت زياده في نقديه الشركه، والاثر الثاني احنا قلنا زياده النقديه لان خدنا نقديه من المالك، الاثر الثاني ان المالك اصبح له حق في الشركه نتيجه انه استثمر في الشركه، فدي معناها زياده في حق المالك في الشركه نتيجه استثماره، ودي في المحاسبه سميناها ايه قبل كده؟ راس المال. يبقى الاثر هنا ايه نتيجه العمليه دي؟ زياده النقديه بمبلغ 300,000 ريال وزياده راس المال بمبلغ 300,000 ريال. طيب كيف تسجل هذه العمليه في دفتر اليوميه العامه؟ خدنا الكلام ده المره اللي فاتت. قلنا النقديه تعد من عناصر ايه؟ الاصول، وطبيعه الاصول انها مدينه، احنا قسمنا العناصر المحاسبيه مجموعه مدينه ومجموعه دائن. الاصول والمصروفات والمسحوبات كانت مدينه. راس المال والايرادات والخصوم كانت دائن. فالنقديه من عناصر الاصول طبيعتها ايه؟ مدين. وقلنا لو حاجه مدينه وزادت تسجل في دفتر اليوميه العامه مدين. يبقى المدين عندما يزيد يسجل مدين، وعندما ينقص نقلبه ونسجله دائن. طيب راس المال من العناصر الدائنه بطبيعته، يبقى راس المال دائن وزاد فيسجل دائن كما طبيعته بالضبط. يبقى اذا قيد اليوميه العامه اللي هنسجل فيه ان المالك اودع نقديه عندنا في الشركه ان احنا خدنا نقديه من المالك، اذا زياده النقديه ده دفتر اليوميه العامه اللي عملناه المره السابقه، زياده النقديه فجعلت النقديه ايه؟ مدين في الدفتر اليوميه، ثم زيادة في رأس المال فجعل رأس المال دائم. ده كده اسمه قيد يومي. عايزين بعد ما سجلنا قيد اليومية في الدفتر الأول اللي اسمه دفتر اليومية العامة نبدأ ننقل الأرقام إلى الصفحات أو الحسابات اللي موجودة في الدفتر الثاني اللي هو دفتر الأستاذ. ده شغلنا اليوم. طيب أنا هنا في القيد حصل عندي إن في بندين أثروا في القيد ده، النقدية ورأس المال. يبقى اروح لدفتر الاستاذ افتح صفحه النقديه وافتح صفحه راس المال، اتعامل مع الصفحتين. فانا هروح افتح صفحتين اهو اللي موجودين في دفتر الاستاذ. كده دي الصفحه الاولى اسمها النقديه ودي الصفحه الثانيه اسمها راس المال. واتفقنا ان كل صفحه اخده شكل حرف تي، وعلى الجانب اليمين مدين وعلى الجانب اليسار داء. يبقى النقديه من عناصر الاصول طبيعتها مدين فتزيد في المدين وتنقص في الدائن. رأس المال طبيعته دائن فيزيد في الدائن وينقص في المدين. دي الحسابات او الصفحات اللي موجوده في دفتر الاستاذ. بعد ما سجلت قيد اليوميه في دفتر اليوميه العامه عايز ارحل لدفتر الاستاذ بمنتهى البساطه. النقديه في هذا القيد جاءت مدين ام دائن؟ جاءت مدين. فاخد الرقم بتاع النقديه اللي في المدين ده وانقله لصفحه النقديه اللي في دفتر الاستاذ للجانب المدين كده، يبقى احط هنا ب 300,000. كده انا عملت ترحيل من قيد اليوميه اللي هو في دفتر اليوميه الى حساب الاستاذ اللي هو في دفتر الاستاذ. البند الثاني راس المال جاء دائن في قيد اليوميه ب 300,000. فاخد الرقم ده انقله لصفحه راس المال في حساب الاستاذ اللي هي اسمها حساب راس المال واحط له في الدائن 300,000. كده انا عملت عمليه ترحيل من دفتر اليوميه الى حسابات ايه؟ الاستاذ. يبقى تاني النقدية في هذا القيد جاءت مدين، يبقى أروح لصفحة النقدية اللي هو حساب النقدية في دفتر الأستاذ وانقل الرقم إلى الجانب المدين 300,000. رأس المال جاء دائنا في قيد اليومية، يبقى أروح لصفحة رأس المال في دفتر الأستاذ اللي هي حساب رأس المال وانقله في الدائن كام؟ 300,000 وأكتب التاريخ بتاع كل عملية. يبقى في دفتر الأستاذ حساب النقدية أصبح مدين ب 300,000 وحساب رأس المال أصبح إيه؟ دائن ب 300,000. كده انا سجلت القيد الاول وبعد تسجيله رحلته الى ايه؟ حسابات دفتر الاستاذ او صفحات دفتر الاستاذ. ناخد العمليه الثانيه اللي عملناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت قلنا
العملية الثانية أن الشركة اشترت مبنى بمبلغ 250 ألف ريال نقدا. ما هو أثر هذه العملية عشان نسجله في دفتر اليومية؟ ده دفتر اليومية اللي بنسجل فيه العمليات. اشترت الشركة مبنى، ما هو أثر هذه العملية؟ أثر هذه العملية زيادة في المباني، يبقى زادت مباني الشركة بمبلغ كام؟ زادت مباني الشركة بمبلغ 250 ألف. طيب المباني مدينة أم دائنة؟ المباني من عناصر إيه من العناصر المحاسبية؟ من عناصر الأصول. طبيعة المباني كأحد عناصر الأصول مدينة، يبقى المباني مدينة وزادت، فتسجل في القيد إيه؟ طالما مدينة وزادت تسجل مدينة. يبقى هروح في دفتر اليومية العامة أسجل أن المباني مدين بكام؟ ب 250 ألف أهو. يبقى أروح أسجل المباني مدين ب 250 ألف. ده الأثر الأول لهذه العملية، أن الشركة اشترت مباني. الأثر التابع، وإحنا قلنا أي عملية لها أثرين، أحدهما في المدين والآخر في الدائن. الأثر التابع أن الشركة سددت قيمة المبنى نقدا لصاحب العقار. يبقى لما الشركة تسدد نقدية، الأثر التابع هنا إيه؟ نقص في النقدية. يبقى نقصت نقدية الشركة لأن إحنا سددنا. طب النقدية من عناصر إيه؟ من عناصر الأصول، طبيعتها مدين. يبقى النقدية طبيعتها مدين ولكنها نقصت، فنقلبها نسجلها في دفتر اليومية على إنها دائن. ليه؟ لأن هي طبيعتها مدين، فلما تزيد تسجل مدين، لكن لما تنقص تسجل إيه؟ دائن. يبقى الطرف الثاني من القيد هنا أن النقدية أصبحت دائن بمبلغ 250 ألف. ده قيد يومي احنا عملناه المرة السابقة. يبقى اشترت الشركة مبنى نقدا زيادة في المباني فتسجل المباني مدين، ونقص في النقدية فتسجل النقدية إيه؟ دائن. عايز ارحل القيد ده الى حسابات دفتر الاستاذ. هو القيد ده تاثر فيه كم بند، كم حساب محاسبي؟ اثنين، المباني والنقديه. يبقى اروح لصفحه المباني واروح لصفحه النقديه، يبقى اروح لحساب الاستاذ لصفحتين اهو، دي صفحه المباني ودي صفحه النقديه. ما تنساش النقديه كان فيها رقم اتحط قبل كده في العمليه اللي فاتت، ان المالك ادانا راس مال فادانا نقديه ب 300 الف ريال، حطينا النقديه في الخزنه، يبقى النقديه في الخزنه موجود فيها رقم قبل كده اللي بالاحمر. نرحل بقى القيد الحالي، المباني مدين ب 250 ألف، يبقى أروح لحساب المباني في الأستاذ وحط له في المدين 250 ألف واكتب التاريخ. النقدية دائن ب 250 ألف، أروح للنقدية في الجانب الدائن وحط لها كام؟ 250 ألف. دي كده عملية الترحيل. طيب يبقى إذن الترحيل هيبقى شكله كده، المباني في قيد اليومية مدين، ينقل لحساب المباني في الجانب المدين 250 ألف ونسجل التاريخ. النقدية جاءت دائن في قيد اليومية، يبقى تنقل إلى دفتر أستاذ النقدية حساب النقدية في الجانب الدائن 250 ألف. ده ترحيل القيد الثاني من دفتر اليومية إلى حسابات الأستاذ. طيب نروح للعملية الثالثة اللي خدناها المرة اللي فاتت. في 1/7 أو 7/1 اشترت الشركة سيارة بمبلغ 60 ألف ريال، دفعت نقدا 40 ألف والباقي على الحساب. طيب ما هو أثر هذه العملية؟ عشان أسجل في دفتر اليومية العامة، ده دفتر اليومية العامة اللي عملناه المرة السابقة، عايز أسجل فيه العملية اللي تمت، فلازم أحلل أثر العملية، إيه اللي زاد وإيه اللي نقص. الأثر الأساسي لهذه العملية إيه؟ أهو لغاية هنا إيه اللي حصل؟ أن الشركة اشترت سيارة، ده الأثر الرئيسي. ليش النقدية 1/1 التاريخ 1/1 في العملية السابقة؟ لا نرجع للعملية السابقة، النقدية 1/1 دي العملية اللي فاتت الأولى، أنا بكمل هنا العملية الثانية. العملية الأولى النقدية كانت اترحل لها في الجانب المدين 300 ألف لما الملك أودع 300 ألف ريال، ده كانت العملية الأولى. لكن هنا العملية الثانية تاريخها كان 5/1، فرحلت لها يوم 5/1، يبقى كده النقدية أصبح فيها رقمين في الحساب بتاعها في صفحتها، رقم جالنا يوم 1/1 ورقم طلع من الخزنة يوم 5/1. فلما نروح للعملية الثالثة هنلاقي الرقمين دول موجودين ونكمل وراها، يعني ضغط الأستاذ بيكمل العمليات ورا بعض. طيب نروح للعملية الثانية بتاعتنا اللي قلنا عليها الثالثة. اشترت الشركة سيارة بمبلغ 60 ألف ريال. طيب الأثر الأساسي هنا شراء سيارة، شراء سيارة يعني زيادة في إيه؟ زيادة في السيارات. طيب زادت سيارات الشركة بمبلغ كام؟ بمبلغ 60 ألف ريال. طيب عايز أسجل دي في دفتر اليومية، السيارات اللي زادت دي هي السيارات من عناصر إيه؟ من عناصر الأصول.
طبيعة الأصول إيه؟ مدين، يبقى السيارات طبيعتها مدين، وزادت فتسجل في دفتر اليومية إيه؟ مدين. يبقى المدين لما يزيد يسجل مدين، لما ينقص نقلبه نسجله ده. طيب الأثر الثاني، ده الأثر الأول، ده الأثر الأساسي لعملية شراء السيارات، إن إحنا عندنا سيارات. الأثر التابع، سددنا أم لم نسدد، ده الأثر الثاني. هنا قال سددنا 40,000 نقدا، يبقى نقصت النقدية بمبلغ كام؟ ب40,000 ريال، يبقى هنا نقص في النقدية بمبلغ 40,000 ريال. طيب هي النقدية من عناصر إيه؟ من عناصر الأصول، طبيعة الأصول مدين، ولكنها نقصت فتسجل دائن، لأن الأصل مدين لما ينقص يتسجل دائن. طب هنا في المدين 60,000 وفي الدائن 40,000، قلنا لا يجوز، لازم قيد اليومية يتوازن، المدين يبقى قد الدائن، فما ينفعش يبقى المدين 60 والدائن 40، يبقى في حاجة ناقصة. نعم، لأن السيارة ب 60,000 ولكننا دفعنا فقط 40,000، فأصبح علينا الباقي دين. فالباقي على الحساب ده معناه إن زادت الديون على الشركة، الخصوم اللي على الشركة زادت، اسم الخصم ده إيه؟ دائنون. يبقى زادت الديون على الشركة اللي هي الدائنون أحد الخصوم بمبلغ 20,000 ريال، بالمبلغ الذي لم يسدد حتى الآن. طيب إذن الدائنون من عناصر إيه؟ من عناصر الخصوم، طبيعتها دائن، الخصوم دائن، ما علينا دائن. طب الخصوم دائن وزادت تترجم إلى دفتر اليومية أو تسجل في دفتر اليومية إيه؟ دائن وزاد فيسجل دائن. إذن القيد في السيارات مدين، والنقدية والدائنون في الدائن، يبقى شكل قيد اليومية الكلام ده احنا عملناه كله المرة اللي فاتت التفصيلية. يبقى اذا السيارات مدين لان احنا اشترينا سيارات، وفي الدائن النقدية نقصت ب40,000 والديون اللي علينا زادت ب20,000، ده شكل قيد اليومية. الان نريد ترحيل قيد اليومية من دفتر اليومية العامة الى دفتر الاستاذ. طيب في كم حساب هنا تأثر في هذا القيد؟ في السيارات والنقدية والدائن، ثلاث حساباتهم. الثلاث حسابات دول اروح ارحلهم لدفتر الاستاذ، يبقى اروح لكم صفحه في دفتر الاستاذ افتحها؟ ثلاث صفحات. هروح افتح صفحه السيارات اللي هي حساب السيارات، وافتح صفحه النقديه اللي هي حساب النقديه، وافتح صفحه ايه؟ الدائن. كل حرف تي من دول بصفحه يا شباب، صفحه كامله في دفتر الاستاذ. طيب السيارات في هذا القيد جاءت مدين، يبقى اروح اودي لحساب السيارات في الجانب المدين 60,000 ريال واكتب التاريخ. النقديه في هذا القيد جاءت دائن ب40,000، خلي بالك النقديه كان فيها رقمين قبل كده، انا بكمل عليها، انا بكمل على نفس الصفحه. فالنقديه كان فيها قبل كده 300,000 مدين في يوم 1/1 و250,000 يوم 5/1، بكمل بقى. هنا النقدية جاءت دائن ب40,000، يبقى أودي لها في الجانب الدائن كمان مرة كام؟ 40,000، يبقى أنا بكمل على نفس الصفحة. الدائنون في الدائن 20,000، يبقى أروح لصفحة الدائنون وأحط في الدائن كام؟ 20,000. يبقى دي عملية ترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ، أي نقل الأرقام من دفتر اليومية إلى الحسابات الخاصة أو الصفحات الخاصة في دفتر الأستاذ. يبقى إذن شكل الترحيل كده، السيارات جاءت في قيد اليومية مدين، فنقل لها الرقم إلى صفحة حساب السيارات في الجانب المدين 60,000، واكتب تاريخ اليوم 5/1 أو 7/1. ثم النقدية جاءت دائن ب40,000، فروح لحساب النقدية وضع في الجانب الدائن 40,000، بالإضافة للي كان موجود من قبل، كان موجود من قبل في رقمين بكمل عليه. الدائنون دائن في قيد اليومية ب20,000، فأودي لحساب الدائنون في الدائن في الجانب الدائن 20,000. يبقى أنا كده عملت ترحيل من دفتر اليومية إلى حسابات دفتر إيه؟ الأستاذ. العملية الأخيرة اللي هناخدها في 10/1، قدمت الشركة خدمة للعميل عبد العزيز بمبلغ 30,000 ريال حصلت نقدا، دي عملناها المرة اللي فاتت. قيد اليومية بتاعها إيه؟ قدمت الشركة خدمة للعميل عبد العزيز بمبلغ 400,000 ريال. وقف هنا، ده الشق الأول من العملية، هذا هو الأثر الأساسي، أن الشركة قدمت خدمة. وإحنا قلنا قبل كده حينما تقدم الشركة خدمات يجب أن نسجل إيراد، لأن أنا قلت لك قبل كده الإيراد، ما هو الإيراد؟ هو أن تقوم الشركة بتقديم خدمات. قلت لك متى يسجل الإيراد؟ لك يسجل الإيراد عندما تقدم الشركة خدمات، حتى لو لم نحصل النقدية. نعم، حتى لو لم نحصل النقدية. فكنت دايما أقول لك في الإيرادات تسأل نفسك سؤالين،
متى يسجل الإيراد؟ تقول عند تقديم الخدمة للعملاء. طيب بكم يسجل الإيراد؟ بقيمة الخدمة المقدمة حتى ولو لم نحصل نقدية الآن. يبقى هنا قدمت الشركة خدمة للعملاء، تقول لي على طول أن هناك إيراد يجب تسجيل، يبقى زيادة في إيراد الخدمات بمبلغ كم؟ إيراد الخدمات اللي هيسجل بقيمة الخدمة المقدمة اللي هي كم؟ 30,000 ريال. ده الشق الأساسي. طيب الشق التابع، هل تم التحصيل من العميل أم لم نحصل بعد؟ هنا حصلنا من العميل، يبقى تزيد النقدية في الشركة، ده الأثر التابع لتقديم الخدمة. يبقى هنا زيادة في النقدية بمبلغ كم؟ بمبلغ 30,000 ريال. تمام. طيب نترجم بقى الكلام الإشارات المجابة والسالبة لمدين ودين عشان نسجل في بطل يومنا. الإيرادات طبيعتها إيه الإيرادات؟ الإيرادات طبيعتها دائم، من العناصر الدائمة. احنا قلنا الخصوم والإيرادات ورأس المال دائم. طيب حاجة دائمة، شيء دائم وزاد، فيسجل في دفتر اليومية العامة إيه؟ دائم. يبقى سجل الإيراد في دفتر اليومية العامة دائم. النقدية من عناصر إيه؟ من عناصر الأصول. طبيعتها إيه؟ مدين. الأصول والمصروفات والمسحوبات كلها مدينة بطبيعتها. يبقى النقدية من عناصر الأصول مدين، وزادت. المدين لما يزيد يسجل في دفتر اليومية العامة إيه؟ مدين. يبقى مين المدين؟ النقدية. مين الدائن؟ إيراد الخدمات. يبقى نسجل الكلام ده في ضبط اليومية العامة. قدمت الشركة خدمة، معناها إيراد خدمات يسجل دائن مباشرة. طيب الطرف الآخر حصلنا نقدية، معناها زيادة في النقدية. ده قيد اليومية، واتفقنا يا شباب قبل كده مين اللي يبدأ في قيد اليومية، المدين ولا الدائن؟ قلت لكم من جاء مدينا يبدأ أولا. فمين هنا في التحليل جه مدين؟ النقدية. فنبدأ لازم بالمدين الأول، النقدية تبدأ الأول ثم الدائن. يبقى ده شكل قيد اليومية. عايز ارحل قيد اليوميه ده لدفتر الاستاذ. في كام حساب تاثر هنا؟ كام بند تاثر؟ 2، نقديه وايراد خدمات. يبقى اروح افتح صفحتين في حساب الاستاذ، صفحه النقديه اهي وصفحه ايراد الخدمات. الله، ايه الارقام اللي موجوده دي في صفحه النقديه كلها؟ ايوه دي الارقام اللي اترحلت قبل كده، ما انا بكمل يوم بعد يوم. ففي اليوم الاول النقديه اترحل لها 300,000 في المدينه، اليوم اللي بعده النقديه ترحل لها 250,000 في الدائن، واليوم اللي بعده النقديه ترحل لها 40,000 في الدائن، فاصبح النقديه فيها 3 ارقام، هكمل عليها الان. يبقى نرحل ده، النقديه هنا مدين بكام؟ ب 300,000، يبقى اروح للجانب المدين لصفحه النقديه واحط 300,000. يبقى ده الترحيل الجديد، اللي بالاحمر دي البنود اللي كانت موجوده في صفحه النقديه قبل كده، بضيف بقى عليها ال 30,000 المدين الجديد. الإيراد الخدمات جاء هنا في القيد دائن، فروح أزود له في الدائن كام؟ 300,000. يبقى الترحيل لإيراد الخدمات إني أبعت الرقم ده في الجانب الدائن ب 30,000. كده إحنا عملنا عمليات الترحيل لأربع قيود. إحنا المرة اللي فاتت خدنا 10 قيود، عايزكم في البيت تكملوا الست قيود الباقيين تعملوا لهم ترحيل. طيب بس إحنا هنكمل بقى ما بعد الترحيل. يبقى دي عملية الترحيل لحساب الأستاذ، عملية بسيطة جدا، بتسجل قيد اليومية وترحل من الارقام اللي في قيد اليوميه الى الصفحات الخاصه في دفتر الاستاذ. العمليه سهله جدا. طيب ماذا بعد الترحيل لحسابات الاستاذ؟ بعد ما بنخلص ترحيل بيحصل ايه؟ احنا قلنا يوم بيوم بنسجل في دفتر اليوميه العامه الاحداث اللي بتحصل والقيود، ثم نرحلها يوميا الى دفتر الاستاذ. طب بيفضل المحاسب يشتغل القصه دي طول السنه، طول الفتره، ما بيعملش غير حاجتين، يسجل في دفتر اليوميه العامه ثم يرحل لحسابات الاستاذ الى ان تنتهي السنه. يبقى ماذا بعد الترحيل؟ ان احنا وصلنا لنهايه السنه. في نهايه السنه يقوم المحاسب بحاجه اسمها ترصيد حسابات الاستاذ. ماذا تعني كلمه ترصيد حسابات الاستاذ؟ انت عمال تحط في النقديه مدين ودائن، نرجع كده للحساب اللي فات، النقديه عمال يتحط فيها ارقام مدينه وارقام دائن. هل تستطيع تقول لي النقديه اصبح فيها كام في نهايه السنه؟ ما هو المتبقي في النقديه في نهايه السنه؟ واحنا قلنا المتبقي في اي عنصر في اي بند اخر السنه ده يطلق عليه الرصيد. فلما اقول لك ما هو رصيد النقديه في اخر السنه، اي ما هي القيمه المتبقاه في النقديه في نهايه السنه؟ طب هتعرف الرصيد ده منين؟ من دفتر الاستاذ، من صفحه النقديه اللي في دفتر الاستاذ. الخطوه بتاعت احتساب القيمه المتبقاه في كل بند في نهايه السنه دي بتتعمل في نهايه السنه، اسمها خطوه الترصيد. يبقى ماذا بعد الترحيل؟ ان احنا وصلنا لنهاية السنة، فبنبدأ نعمل حاجة اسمها الترصيد. ما هو الترصيد؟ طيب بعد الانتهاء من التسجيل في دفتر اليومية العامة
والترحيل لدفتر الأستاذ اللي احنا بنعمله يوم بيوم نصل إلى نهاية ايه؟ نصل إلى نهاية الفترة. في نهاية الفترة يتم احتساب الأرصدة المتبقى بكل حساب، بكل عنصر موجود في دفتر الأستاذ، نحاول نعرف كم يتبقى فيه. فأنت في آخر السنة عايز تعرف كم يتبقى لدينا من النقدية، كم يتبقى لدينا من المباني، كم يتبقى لدينا من السيارات، كم يتبقى لدينا من إيراد الخدمات. عايز أعرف المبالغ الموجودة في نهاية السنة. المبالغ الموجودة في نهاية السنة دي اسمها إيه؟ الرصيد. يبقى في نهاية السنة هيتم احتساب الأرصدة لكل البنود والعناصر المحاسبية، وهنحسب الأرصدة دي منين؟ من واقع دفتر الأستاذ. كيف يتم الترصيد؟ تعال نشوف بقى. دي صفحات دفتر الأستاذ أو حسابات دفتر الأستاذ اللي احنا عملناها في المثال مع بعض. فتحنا حساب للسيارات، صفحة للسيارات، وفتحنا صفحة للنقدية، وقعدنا نرحل بيها من دفتر اليومية العامة الأرقام دي كلها، وفتحنا حساب للمباني وللدائنون. كل دي صفحات اتفتحت في دفتر الأستاذ ورحلنا لها من دفتر اليومية، رأس المال وإيراد خدمات. طيب تقدر تقول لي كم يتبقى لدينا في النقدية في نهاية السنة؟ هتروح رايح لصفحة النقدية في دفتر الأستاذ وتاخد خط كده في نهاية الفترة. ناخد خط كده معناها ان احنا وصلنا لإيه؟ لنهاية السنة. وبعدين تقول لي النقدية في المدين معناها انها زادت طول السنة. ما احنا قلنا النقدية طبيعتها مدين. فالنقدية الأرقام المدينة دي معناها أرقام زيادات للخزنة، الخزنة زادت فيها المبالغ دي. النقدية دائن دي معناها ان النقدية انخفضت خلال السنة. يبقى معناها ان احنا دفعنا المبالغ دي طلعناها من الخزنه. فكم يتبقى لدينا؟ بمنتهى البساطه لكي تعرف الرصيد المتبقي في اي بند من البنود الموجوده قدامك، خد الجانب المدين والجانب الدائن، الاجمالي بتاع المدين والاجمالي حق الدائن، الفرق بينهما هو ده المتبقي لدينا. يبقى كم يتبقى لدينا من نقديه؟ تعال نحسب اجمالي الطرف المدين كده كام. 330,000 ده اجمالي الطرف المدين في النقديه. طيب احسب الطرف الدائن كده كله كام؟ 250 زائد 40، يبقى الطرف الدائن كله ب 290,000. الفرق بينهم كام؟ كم يبلغ الفرق بين الجانبين؟ 330 ناقص 290، الفرق 40,000، هو ده المتبقي لدينا في الخزنة. يبقى الرصيد أو المبلغ المتبقي هو الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن. طب أحط الفرق ده فين؟ في الجانب الأكبر. مين هنا الجانب الأكبر؟ المدين 330 والدائن 290، مين الأكبر؟ المدين. يبقى تحط المتبقي الفرق 40,000 في الجانب الأكبر وتقول عليه ده رصيد النقدية في نهاية السنة. يبقى كيف نحتسب الرصيد المتبقي؟ بمنتهى البساطة الرصيد المتبقي هو الفرق بين الجانبين، ويوضع في أي جانب؟ في الجانب الأكبر. طيب تعال بقى نعمل القصة دي في كل الحسابات اللي قدامنا أهو. هنقفل خط في كل الحسابات، شايفين الخط الاسود ده؟ انا عملت خط في كل الحسابات عشان اقول انا هحسب الرصيد اهو، خلاص انتهت الفتره فهبدا احسب الرصيد. نبدا بالسيارات. السيارات المدين بتاعها كام؟ 60,000. الدائن فيه كام؟ صفر. يبقى الفرق بين الجانبين كام؟ 60,000. يوضع في انهي جانب؟ في الجانب الاكبر. يبقى رصيد السيارات يطلع 60,000. ده معناه ان الشركه لديها سيارات في نهايه السنه 60,000. يبقى الفرق بين الجانبين يوضع في أي جانب؟ في الجانب الأكبر، هو ده الرصيد. طيب نروح للنقدية. النقدية الجانب المدين كام؟ قلنا 330,000، والجانب الدائن كام؟ 290,000. الفرق بينهما كام؟ 40,000، يوضع في الجانب الأكبر، وهذا هو المتبقي في الخزنة في آخر السنة، هذا هو الرصيد. طيب نروح للمباني. الجانب المدين في المباني كام؟ 250,000، والجانب الدائن فيه كام؟ صفر. يبقى الفرق بين الجانبين كام؟ 250,000، يوضع في الجانب الأكبر تحت الخط. يبقى هذا هو رصيد المباني، أي المبلغ، أي أن الشركة لديها مباني في نهاية السنة ب 250,000. طيب نروح لحساب الدائنون. الجانب الدائن في الدائنون فيه كام؟ 20,000. الجانب المدين فيه كام؟ صفر. يبقى الفرق بين الجانبين كام؟ 20,000، يوضع في الجانب الأكبر. يبقى نضع في الجانب الأكبر 20,000 تحت الخط، هذا هو الرصيد للدائنون في آخر السنة. ده الدين اللي علينا في آخر السنة 20,000. ما هو دائنون يعني أنا علي خصوم، علي دين. نروح لرأس المال. الجانب الدائن في رأس المال 300,000، والجانب المدين صفر.
الفرق بين الجانبين كام؟ 30,000، يوضع في الجانب الأكبر. نروح لإيراد الخدمات، الجانب الدائم كام؟ 30,000، والمدين صفر، إذن الفرق 30,000 يوضع في الجانب إيه؟ الأكبر. هكذا احتسبنا الأرصدة المتبقى في نهاية السنة. ملحوظة بسيطة كده، العناصر اللي طبيعتها مدين بيكون الجانب الأكبر بتاعها هو المدين بالضرورة، فالرصيد يظهر في الجانب الأكبر اللي هو يتفق مع طبيعة الحساب. السيارات من الأصول طبيعتها مدين، فعشان كده الرصيد طلع في الجانب المدين لأن الأكبر هو المدين. النقدية من الأصول طبيعتها مدين، عشان كده الرصيد ظهر في الجانب المدين اللي هو الجانب الأكبر. المباني مدين من الأصول طبيعتها مدين، يبقى الرصيد يظهر في الجانب المدين في الجانب الأكبر. الدائنون من الخصوم طبيعتها دائن، فالرصيد يظهر في الجانب الدائن. رأس المال طبيعته دائن، فالرصيد يظهر في الجانب الأكبر الدائن. الإيرادات طبيعتها دائن، فالرصيد يظهر في الجانب الأكبر الجانب الدائن. إذن الرصيد يظهر في حسب طبيعة الحساب لأنه هو بيبقى الجانب الأكبر، وإحنا قلنا الرصيد هو الفرق بين الجانبين في الجانب الأكبر، يوضع في الجانب إيه؟ الأكبر. دي اسمها خطوة الترصيد. طيب آخر حاجة هنعملها اليوم هي الخطوة الثالثة في الدورة المحاسبية. احنا قلنا الخطوة الأولى التسجيل في دفتر اليومية العامة، ثم ترحيل حسابات الأستاذ، وبعدين بنطلع إيه؟ الأرصدة في نهاية السنة. طيب طلعنا الأرصدة، المحاسب بعد ما بيطلع الأرصدة من دفتر الأستاذ بياخد الأرصدة دي ويضعها في كشف ورقة خارجية كده يطلق عليها ميزان المراجعة. ميزان المراجعة هو كشف ورقة خارجية يلخص فيه المحاسب الأرصدة اللي استخرجناها من دفتر الأستاذ كما يلي. يبقى ثالثا إعداد ميزان المراجعة. ميزان المراجعة هو كشف بالأرصدة المستخرجة من حسابات إيه؟ من حسابات دفتر الأستاذ، يعني ملخص بالأرصدة اللي طلعت من دفتر الأستاذ بالكامل. شكل ميزان المراجعة إزاي؟ كده. ده شكل ميزان المراجعة. بحط هنا اسم الحساب، نقدية، رأس مال، مباني، سيارات، دائنون، إيراد خدمات، دي البنود اللي كانت عندنا. البند اللي رصيده مدين أحط القيمة بتاعته في العمود المدين. البند اللي رصيده دائن احط القيمه بتاعته في العمود الدائن وهكذا. يبقى ده مجرد ملخص بالارصده اللي طلعت منين؟ من دفتر الاستاذ. طيب نروح للمثال بتاعنا. المثال بتاعنا كان فيه حساب النقديه طالعه من دفتر الاستاذ، كان ليها رصيد مدين، فباجي اقول النقديه واحط لها الرصيد بتاعها زي ما طلع من دفتر الاستاذ مدين ب40، احطها مدين ب40. انا باخد الارقام اللي طلعت من شويه من عندنا من دفتر الاستاذ. كان فيه بند ثاني عندنا اللي هو راس المال، فبقول ادي رأس المال طلع رصيده في دفتر الأستاذ 300,000، فحط رصيد هنا ب 300,000. البند الثالث السيارات، كان عندنا السيارات، فبحط السيارات وأقول الرصيد بتاعها طلع ب 60,000 من دفتر الأستاذ مدين، فبحطه في المدين ب 60,000. زي ما الرصيد بيطلع من دفتر الأستاذ بنقله هنا في الكشف اللي اسمه ميزان المراجعة. البند اللي بعد كده كان فيه مباني، فالمباني كانت ب 250,000، بضعها ب 250,000 زي ما طلعت مدين، بحطها هنا مدين. كان في ايضا الدائنون، كان في حساب الدائنون، طلع لي رصيد دائن ب 20,000، بحط الرصيد دائن ب 20,000. وكان في ايراد الخدمات، كان طالع له رصيد 30,000 دائن، فبحطه هنا في ميزان المراجعه ورصيده دائن ب 30,000. لو كانت المعادله المحاسبيه اللي احنا ماشيين عليها متوازنه وماشيين محافظين على ان المدين يساوي الدائن وما تختلش مننا التوازن، هنلاقي ان اجمالي الارصده المدينه يساوي اجمالي الارصده الدائنه. عشان كده ده اسمه ميزان مراجعه، المحاسب بيراجع هل التوازن اختل معاه ام التوازن صحيح حتى الان. لو جمعنا المدين ده هنلاقيه يطلع 350,000، اجمالي المدين 350,000 واجمالي الدائن 350,000. اذا معادله المحاسبه متوازنه، المدين يساوي ايه؟ الدائن. يبقى هدف ميزان المراجعه ان المحاسب يتحقق إن المدين يساوي الدائن، أن المعادلة غير مختلة حتى الآن. وطالما المعادلة دي طلعت متوازنة يبقى لما نروح نعمل الميزانية العمومية ونحط ما لنا وما علينا هيطلعوا متوازنين لأن المعادلة موزونة. لكن أريد أن أنبهك لشيء في غاية الخطورة والأهمية، ليس معنى توازن ميزان المراجعة أن ليس هناك أخطاء. خلي بالك، ممكن ميزان المراجعة يتوازن ولكن قد يكون هناك خطأ. إزاي بقى الكلام ده؟ افرض في عملية تمت والمحاسب لم يسجلها أساسا في دفتر اليوم العام ولم يرحلها أساسا لدفتر الأستاذ. لا يوجد ترتيب ضروري في ميزان المراجعة، خد الأرصدة اللي من ميزان اللي طلعت من دفتر الأستاذ وحطها بأي ترتيب، مش هنتحاسب على الترتيب، يعني أي حاجة تتحط هنا ما فيش ترتيب لميزان المراجعة، هو مجرد كشف بالأرصدة اللي طلعت. المهم
الحاجة المهمة، ليس معنى توازن ميزان المراجعة أو تساوي المدين والدائن أنه لا يوجد أخطأ. افرض في عملية ب10,000 ريال، كنت هتسجل في المدينة 10,000 ريال وفي الدائن 10,000 ريال، المحاسب ما سجلهاش خالص في الدفتر، ده خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ. يبقى هو شال من المدينة 10,000 وشال من الدائن 10,000، هيطلع الميزان متوازن ولا لا؟ هيطلع متوازن. يبقى ده خطأ ولكنه لم يؤثر على التوازن، لكن هناك خطأ. طب افرض في عملية ب10,000 ريال سجلها المحاسب مرتين، سجل في المدين مرتين 10,000 وسجلها قيد خطأ مرتين في الدائن 10,000، يبقى هو سجل نفس القيد بالخطأ مرتين، معناه ان المدين راح له مرتين 10,000 والدائن راح له مرتين 10,000، ده خطأ ولكن التوازن مازال ايه؟ مازال محتفظين بيه. يبقى ليس معنى توازن ميزان المراجعة ان هناك ان ليس هناك خطأ بالضرورة، قد يتوازن ميزان المراجعة ويكون هناك ايه؟ خطأ. ودي بتتسأل فيها كتير في الاختيارات او في الصح والخطأ. فهو توازن جانبي ميزان المراجعة هو شرط ضروري للتحقق من عدم وجود أخطاء، هو بالضرورة أنه يطلع متوازن، لكنه ليس كافي. بمعنى إيه؟ دي عبارة مهمة بتتسأل فيها. بمعنى إيه؟ عدم توازن ميزان المراجعة يعني بالضرورة وجود أخطاء صح أم خطأ. لو لم يتوازن الميزان ده بقى أكيد 100% أن هناك خطأ، ما هو ما ينفعش الميزان ما يتوازنش. يبقى إذا لم يتوازن الميزان، عدم التوازن يعني أن هناك بالضرورة خطأ، دي عبارة طبعا صحيحة، لكن توازن الميزان لا يعني بالضرورة عدم وجود أخطاء. فقد يتوازن الميزان لكن يكون هناك أخطاء لم تؤثر في التوازن، زي عدم تسجيل أحد المعاملات. واضح يا شباب؟ كده احنا خلصنا اليوم. في بس قاعدة مهمة للناس اللي ما حضرتش أو الناس اللي ما ذكرتش القيود اليومية، هديك قاعدة مهمة تفيدك وانت بتذاكر القيود اليومية، وانت بتعرف تختار، تختار بسرعة ازاي في الاختيارات. احنا اتفقنا ان العناصر المحاسبية 6 انواع المرة اللي فاتت. اصول، ودي طبيعتها مدين. خصوم، ودي طبيعتها دائن. رأس مال، وده دائن. كافة الايرادات دائن. كافة المصروفات مدين. وكافة المسحوبات مدين. بص هسهل عليك امر في حاجة. الأصول والخصوم قد تزيد وتنقص. يعني إيه؟ يعني ممكن النقدية تزيد لما نحصل نقدية، أو النقدية تنقص لما ندفع نقدية، دي أصول. ممكن المباني تزيد لو اشترينا مباني، أو تنقص لو بيعنا مباني. كذلك الخصوم، لو خدنا قرض من البنك الديون اللي علينا بتزيد، الخصوم تزيد، لو سددنا القرض الديون تنخفض. يبقى الأصول والخصوم تزيد وإيه؟ وتنقص. أما الأربع بنود دول، رأس المال والإيرادات والمصروفات والمسحوبات، لا تنقص أبدا، تزيد فقط. يبقى إذن عادة هذه البنود الأربعة تزيد ولا تنقص، يبقى رأس المال دائما يزيد. طب ما هو لو دائما يزيد هو طبيعته دائم، يبقى رأس المال دائما يسجل في القيد إيه؟ دائم. فلو جبت لك اختيار من الاختيارات في أي قيد، في أي قيد رأس المال موجود هنا دين، الاختيار ده خاطئ. الايرادات دائما تزيد، لان ايراد قلنا معناه ان احنا بنقدم خدمه للعميل، يقدمنا خدمه يا ما قدمناش، ما فيش حاجه اسمها ايراد سالب. يبقى الايراد دائما يزيد، والايراد طبيعته ايه؟ دائم. يبقى في قيد اليوميه دائما تسجل الايراد دائم. لو جالك اي اختيار في ايراد مدين، الاختيار ده خاطئ، عشان اسهل عليك. المصروفات دائما تزيد، ما فيش حاجه اسمها مصروف بالسالب، المصروف يزيد فقط. يبقى إذن يا إما خدنا خدمة صيانة، خدنا خدمة العاملين اللي هي رواتب، خدنا خدمة تأمين، يبقى هنا في مصروف، أو لم نأخذ خدمة يبقى ما فيش مصروف. يبقى المصروف دائما يزيد والمصروف مدين، يبقى دائما المصروف في دفتر اليومية العامة يسجل إيه؟ مدين، لا يمكن أن يسجل المصروف دائما. المسحوبات معناها الملك يسحب، ما هو يسحب المالك يا ما سحبش، والمسحوبات طبيعتها مدين. لو سحب المالك يبقى فيه زيادة في المسحوبات، والمسحوبات طبيعتها مدين فتسجل مدين فقط. يبقى اذا المسحوبات ابدا لا تسجل دائم. يبقى لو المالك حط لنا فلوس او دع فلوس، ده راس مال يسجل دائم. لو سحب فلوس يبقى دي مسحوبات تسجل مدين، ما فيش حل غير كده، يا يحط فلوس تبقى راس مال، يا يسحب فلوس تبقى ايه؟ مسحوبات. يبقى الاربع بنود دول يا جماعه لا ينقصون ابدا، وطالما لا ينقصون يبقى راس المال والايرادات دائما في القيود هيجوا ايه؟ دائم، لان طبيعتهم دائم وهيزيدوا بس مش هينقصوا. المصروفات والمسحوبات طبيعتهم ايه؟ مدين، فدائما في القيد هيجوا مدين، عشان الاختيارات تبقى سهله. اما الاصول
فقد تزيد وتنقص، فلو زادت الأصول تصبح مدين، لو نقصت تصبح دائن، لأن طبيعتها مدين. الخصوم طبيعتها دائن وقد تزيد وتنقص، فلو زادت الخصوم تصبح دائن، لو نقصت تصبح إيه؟ مدين. أنا أعمل لكم مجموعة اختيارات زي ما اتفقت معاكم في كل نهاية كل محاضرة بديك اختيارات، الاختيارات دي لما تذكرها وتفهمها بتسهل عليك الأمور جدا. بسرعة كده ناخد اختيارين ثلاثة وبعدين عايز أقول لكم هنعمل إيه في حلول الاختيارات دي. الاختيار الأول يتضمن كافة الحسابات بأرصدتها المستخرجة من حساب الأستاذ أو من دفتر الأستاذ. مين ده؟ طبعا ميزان المراجعة، هو الحسابات بأرصدتها اللي طالعة من دفتر الأستاذ بنحطها في ميزان المراجعة. السؤال الثالث وحنرجع للثاني دلوقتي، توازن ميزان المراجعة يعني بالضرورة عدم وجود أخطاء؟ طبعا العبارة خاطئة، توازن ميزان المراجعة هو ضروري نعم، ولكنه ليس بالضرورة يعني عدم وجود أخطاء. نيجي للسؤال رقم 2، ده سؤال عايز تفكير شوية. يقول بلغ رصيد النقدية في بداية الفترة كام؟ 100,000، وخلال الفترة تم الترحيل للطرف المدين مبلغ 280,000. يعني بيقول لك كأنك بتفتح حساب النقدية هو اللي بدفتر الأستاذ، ركز بقى معايا كده. قال لك النقدية كانت في بداية الفترة رصيدها كام؟ يعني جاي لنا نقدية في الخزنة من العام السابق موجودة ل 100,000 ريال، ده رصيد جاي من العام السابق. نبدأ دي الدفتر في المدين ولا في الداين؟ هي النقدية طبيعتها ايه قلنا؟ مدين. طالما مدين يبقى الرصيد مدين، يبقى هحط في النقدية هو رصيد 100,000 ريال مدين، ده رصيد اول الفترة. قال لك بقى خلال الفترة تم الترحيل للطرف المدين مبلغ قدره 280,000، يعني رحلنا للطرف المدين هنا كام؟ 280,000، ده بالإضافة لل 100,000 اللي كانوا موجودين من العام السابق. وتم الترحيل للطرف الدائن مبلغ قدره كام؟ 20,000، يبقى رحلنا هنا في الجانب الدائن 200,000. ده معنى الكلام اللي قاله، ان النقدية ليها رصيد في اول الفترة، احنا عارفين النقدية مدين، فتحط لي الرصيد في المدين ب 100,000، وخلال الفترة رحلنا للمدين 280,000 وللدائن 200,000، فكم يتبقى رصيد للنقدية في نهاية السنة؟ يعني بيقول لك اعمل الرصيد، فتاخد خط كده وتحسب الرصيد. ما هو الرصيد؟ الفرق بين الجانبين، ويوضع في الجانب الأكبر. يبقى هنا الجانب المدين 380,000 إجمالي، والجانب الدائن 200,000، الفرق بينهما 180,000 في الجانب الأكبر. يبقى طلع رصيد النقدية في آخر السنة كام؟ 180,000. في أنهي جانب؟ في المدين ولا في الدائن؟ في الأكبر اللي هو المدين. يبقى إذن الاختيار الصحيح أن رصيد آخر الفترة للنقدية هيكون 180,000 مدين، الاختيار ده. ناخد سؤال كمان، العملاء بالضبط زي النقدية اللي عملناها، كان في بداية الفترة 50,000 والعملاء من الأصول يعني رصيدها مدين، يبقى أنا عندي مدين في العملاء 50. نعم ركزوا على الأسئلة دي، طبعا نفهم، بس نفهم احنا بنجاوب ايه مش نحفظ. يبقى العملاء في بداية الفترة كانت 50,000 مدين، رحلنا لها كام؟ 140,000 مدين. يبقى كل المدين اللي في العملاء 50 زائد 140، المدين كله 190. الدائن كان كام؟ 100، يبقى الرصيد 190 مدين و100 دائن، 190 ناقص 100 يبقى الفرق كام؟ 90 في الأكبر في المدين. سؤال 5، يمكن إعداد ميزان المراجعة قبل احتساب أرصدة الأستاذ؟ إزاي بقى؟ ده ميزان المراجعة باخد الأرصدة اللي طلعت منين؟ من حسابات الأستاذ، يبقى لا يمكن إعداد ميزان المراجعة قبل احتساب الأرصدة، دي خطيئة طبعا. سؤال 6، قد يتساوى جانبي ميزان المراجعة ومع ذلك يكون هناك خطأ؟ أكيد طبعا ممكن يكون الميزان متوازن ومع ذلك هناك إيه؟ خطأ. طب سؤال 7، إذا لم يتوازن الميزان، إذا لم يتوازن فهل هناك خطأ بالضرورة؟ نعم هناك خطأ بالضرورة، الإجابة ألف، لو لم يتوازن الميزان إذا هناك خطأ بالضرورة. عايزكم تكملوا الاختيارات، أنا اديتكم اختيارات في كل المحاضرات من المحاضرة الأولى للمحاضرة الخامسة، الخمس محاضرات اللي فاتت، بداية من المحاضرة السادسة لآخر المنهج أنا برفع لكم الواجب على الجروب ومعاه الحلول بتاعته. يعني أنت هتاخد الواجب بتاع المحاضرة السادسة والسابعة والثامنة لحد آخر الترم، هناخد الواجبات الحلول موجودة، يعني أنا هبقى حلله لك. أما الخمس محاضرات الأولى أنا ما كنتش حللهم لك، هحلهم لكم وارفعهم لكم النهاردة إن شاء الله، بحيث يبقى معاك كل الواجبات بالحلول بتاعتي. عايزك تفهم الاختيار ليه بنختاره كده، لو قريت اختيار وما فهمتش أنا اخترته ليه كده ابعت لي على جروب المناقشات وقول لي انا مش فاهم الاختيار ده ليه، مش فاهم ليه انت اخترت العباره دي الف او باء او جيم او دال، اشرحها لك واقول لك انا ليه اخترتها كده لو انت مش فاهم. لكن من المهم ان احنا نعرف انت بتختار على اساس ايه، لان في الاختبار الاختيارات شبه دي بالضبط،
لكن ممكن اغير في الارقام اغير في كلمه، فلازم تبقى فاهم انت بتختار على اساس ايه. ارجو ان محاضره اليوم الترحيل لحسابات الاستاذ واعداد ميزان المراجعه تكون واضحه ومفهومه، محاضره بسيطه ما هيش صعبه، مطلوب انك تقراها وتذاكر، ونلتقي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.